على طريقة كيفية إيجاد كيفية التحقق من الطيارة على تطبيقكم أندرويد. نقوم بالضغط هنا، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على السلام. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على كيفية التحقق من الطيارة، ثم سوف نقوم بالضغط هنا، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.